سمعت قصة جميلة عن المرحوم الشيخ زايد، بأنه في بداية الإمارات كانت هناك جمعية مسيحية بروتستانتية أمريكية وأرادت أن تؤسس مستشفى، ولكن قالوا المستشفى للولادة، قالوا له نحن نريد أن نذهب إلى الولايات المتحدة كي نجمع مالا ونبني لنا مكان عبادة، فقال لهم تعالوا صلوا في بيتي. إذا يعني هذا الانفتاح، هذا القبول للآخر ملفت للنظر، ونحن نعلم بأن الإمارات تحترم حرية العبادة، فهناك دور عبادة متعددة للمسيحيين من مختلف الطوائف، وهذا واحترام حق العبادة هو أمر أساس، لأنه القسم الأهم من حقوق الإنسان.